بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك، الله يا أرحم الراحمين، يا الله يا الله. أخي المسلم، من أراد سلوك الطريق تعين عليه أن يكون صادق العزم مشمرا في بذل المجهود. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. القاهرة تقدم أغرب القضايا. أغرب القضايا برنامج من إخراج عبد دياب. أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات، يعدها محمد علي ماهر ويخرجها يوسف الحطاب. القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة.
من الحياة، برنامج من إخراج إسماعيل عبد الفتاح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي من تأليف وإخراج دكتور محمد لطفي. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا ببي ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، اخراج احمد علام. في سيرة عرب اقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم اسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. هنا القاهرة، في طريق النور، أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في طريق النور، تضللنا معا كلمات وضيئة بالإيمان، عامرة بالمحبة والسلام. مصنوعة بزق تروي العشاق والطفشو ميبان دورما، وإن كان حران بعد دقيقتين مضمون هيفوق ميبان دورما. دوق القاهرة.
نادية صالح في زيارة لمكتبة فلان. أيها السادة، أحييكم من منزل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، ومع أكرم وأطيب إهداء تنتهي هذه الزيارة التاريخية لمكتبة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي السلام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. هنا القاهرة. خطوف الأدب من كلام العرب. خطوف الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله ويخرجه رضا سليمان. منذ ساعة تقريبا رأيتك منهمكا في قراءة أحد الكتب، فلم أحب أن أقطع عليك ما كنت فيه من انهماك، فترى في أي كتاب أنت تقرأ؟ إنه كتاب في شعر الزهد. موسيقى
أنور المشري يقدم عواد. عواد بقى عرضه يا ولاد، شوفوا طوله وعرضه يا ولاد، يا ولاد غنوله يا ولاد، على عرضه وطوله يا ولاد. الله، هو أني أول واحد بقى عرضه؟ يا أرض ما كان مفروشة ورد وقلة، عواد بقى مش منا، عواد مع العواد. عواد أوبريت غنائية، تأليف مرسي جميل عزيز، موسيقى وألحان كمال الطويل، إخراج أنور المشري. جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر، يرويها أمين بسيوني، يصورها أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، مدحت مرسي، ميرفت سعيد، إسماعيل محمود، أشرف طلبة، بشرى القصبي. إخراج مدحت زكي.
القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة. ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن الشيخ المغربي أخذ معه سلام إلى بلاده ليفك الرصد المرصود في اليوم المحدود. وما صادف من الأهوال قال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اعتراف. اعترافات ليلية. مع بثينة كامل. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سمير عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة بالشنب لا بالشارب مشغول مشغول مشغول. بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم دعاء الكروان. أشعار السيد حسن. العمر درب قد يطول بسعينا أو يقصر، هو إن يطب سعي الفتى درب مضيء نير. الخير يملأ قلبه فهو الوضيء الخير، والبشر يكسو وجهه فهو الندى أو أكثر. سبحان الله.
اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.